السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة مخصصة لنحكي فيها عن كأس الاتحاد الآسيوي والقرعة المرتقبة نهار الخميس الساعة 9 صباحا بتوقيت بيروت. سوف يتم إجراء القرعة لتحديد المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي. مثل ما الكل بيعرف أنه نادي النجمة ونادي العهد هن ممثلي لبنان بكأس الاتحاد الآسيوي بنسخته 19 لسنة 2023-2024. نادي العهد اللي هو بطل الدوري ونادي النجمة اللي هو بطل الكأس. بهذه الحلقة هنحكي عن العديد من المعلومات اللي بتهم الشارع الكروي اللبناني وخاصة عن منطقة غرب آسيا اللي بتضم طبعا مجموعات النجمة والعهد، منهن الفرق اللي تأهلت عن غرب آسيا لتلعب بدوري كأس الاتحاد الآسيوي لهذه السنة، والعديد والعديد من المعلومات المهمة. فتابعونا بهذه الحلقة. طبعا هذه النسخة هي رقم 19 بتاريخ الاتحاد الآسيوي، وهي أول نسخة ستقام بنظام الخريف والربيع، يعني حتمتد من أيلول 2023 إلى شهر أيار 2024. حتضم لأول مرة 36 نادي من كل آسيا. نادي الكويت الكويتي ونادي القوة الجوية العراقية بيمتلكوا الرقم القياسي بالظفر بعدد ألقاب كأس الاتحاد الآسيوي. الناديين الكويتي والعراقي حققوا 3 ألقاب بمسيرتهم بكأس الاتحاد الآسيوي. طبعا مثل ما قلنا 36 نادي حيشاركوا بالمجموعات الآسيوية، رح تقسم على الشكل التالي: المجموعات الأولى والثانية والثالثة هي بتضم مجموعات غرب آسيا، المجموعة الرابعة بتضم جنوب آسيا، المجموعة الخامسة بتضم أندية وسط آسيا، وأيضا المجموعة السادسة والسابعة والثامنة بتضم منطقة آسيان ومنطقة الشرق الآسيوي. طبعا من كل المناطق نحن بهمنا منطقة غرب آسيا اللي حيشارك فيها ناديي النجمة والعهد. وطبعا المجموعات تقسم حسب المستويات. فالمستوى الأول حيضم نادي الوحدات الأردني، الزوراء العراقي، وأيضا نادي العهد اللبناني. المستوى الثاني حيضم الكويت الكويتي، الرفاع البحريني، والفتوة دير الزور السوري. أما المستوى الثالث حيضم جبل المكبر الفلسطيني، الكهرباء العراقي، ونادي النجمة اللبناني. أما المستوى الرابع فهو تحدد اليوم بعد فوز ناديي النهضة العماني وأيضا نادي الاتحاد أهلي حلب السوري. فالمستوى الرابع حيضم نادي العربي الكويتي، الاتحاد أهلي حلب السوري، وأيضا نادي النهضة العماني. إذا بدنا نعمل التوقع خاص بين الفرق فممكن يضم بمجموعة نادي النجمة خاصة مثلا بالمستوى الأول ممكن نادي الوحدات الأردني، بالمستوى الثاني ممكن نادي الرفاع البحريني، المستوى الثالث طبعا نادي النجمة، والمستوى الرابع ممكن تضم العربي الكويتي. فهؤلاء الفرق اللي ممكن ينافسوا نادي النجمة بالمجموعة اللي حيوقع فيها. طبعا نادي العهد ونادي النجمة ما بيقدروا انه يكونوا بنفس المجموعة حتى لو قرعة سحبت على انه نادي النجمة والعهد يوقعوا بنفس المجموعة، حترجع تعاد القرعة. وأيضا أي فريقين من نفس البلد ما بيقدروا أن يكونوا بنفس المجموعة. منطقة غرب آسيا مثل ما قلنا بتضم 3 مجموعات، كل متصدر المجموعة رح يتأهل مباشرة إلى الدور الثاني. يعني أول المجموعة الأولى، أول الثانية، وأول الثالث حي يتأهل مباشرة للدور الثاني، وأفضل ثاني حيتأهل معهم إلى الدور الثاني. القرعة ستسحب نهار الخميس الساعة 9 صباحا بتوقيت بيروت. طبعا تابعوني على صفحتي على فيسبوك لحتى نتابع مباشرة وقائع هذه القرعة، ولحتى نشوف نادي النجمة ونادي العهد بأي مجموعة وقعوا ومع أي فرق. كل التوفيق لناديي النجمة والعهد بمهمتهم الآسيوية اللي حتكون صعبة نظرا للعديد من الأمور اللي عم بعيشها الدوري اللبناني. طبعا حنكون بحلقات قادمة لحتى نحكي أكثر عن ناديي النجمة والعهد برحلتهم الآسيوية. كنت معكم أنا حسن صالحة، تابعوني على فيسبوك وعلى يوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.